اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ جوله جديده في بحر الاسعار، الفرع الجديد في حي الريان مخرج 14. العشق العشق المكان ده يا جماعه، والله العظيم فيه كل حاجه حلوه، كل حاجه ب5 ريال عندهم، وكمان بيبقى احيانا عاملين عروض اكتر من قطعه بتبقى ب5 ريال، يعني المكان ده فظيع. طبعا اللي متابعني عارف ان انا اكتر من مره صورت فيه، بس ما كانش الفرع ده، الفرع ده لسه جديد فتح الجمعه اللي فاتت. تعالوا كده وندخل ونشوف، ما شاء الله تبارك الله. الفرع هنا مخرج 14 حي الريان، ما شاء الله تبارك الله. شايفين الزحمه قد ايه؟ شايفين ما شاء الله. وانا بقول لكم المكان ده عشق الناس كتير جدا. تعالوا كده نصور ونشوف اكياس الحلويات، ال 100 كيس على 5 ريال، وكمان اكياس الشواء اللي هي للدجاج او لاي حاجه طبعا للخضار او اي حاجه اللي هتدخليها الفرن ب5 ريال، ما شاء الله تبارك الله. شايفين البضاعه ما شاء الله، كل حاجه موجوده، معالق اللي هي البلاستيك والعلب البلاستيك والاطباق، كل حاجه. شايفين ما شاء الله، يعني تيجي هنا مفكره نفسك هتاخدي حاجه، هتاخدي كل حاجه من هنا ما شاء الله. شايفين البضاعه، علب بقى التخزين، شايفين ما شاء الله تبارك الله. شايفين البضاعه ما شاء الله تبارك الله، كل حاجه هتلاقيها متوفره وموجوده. مش هقدر طبعا اصور حاجه حاجه كده بالتفصيل. شايفين الجمال، وتلاقي الحاجه كده يعني الموديل بتاعها حلو كده وكيوت. شايفين كل حاجه موجوده، شايفين الدورق مع الكوبايات بتاعته، الحجم الكبير بقى تلاقي الحجم الصغير، كل حاجه كل حاجه. مجرد بقى دي تقدري تستعمليها كده، تحطي فيها ايه؟ معجون الاسنان مع الفرش، تقدري تستعمليها يعني استعمالات تانيه. كمان عندنا هنا مفرش المطبخ، شايفين باكتر من مقاس. حتى شماعات الملابس يا جماعه موجوده والله، والمطبقيات وكل حاجه هتلاقيها باجود الانواع. شايفين الاستانلس بتاعها فظيع. انا عايزاكي بس تشوفي الجوده، جوده الحاجه يعني مش هتفرقيها عن بره، بالعكس في حاجات كمان بتبقى احسن من بره. وكل احجام بقى الكب كيك، شايفين شايفين الجمال. طب دي صدقوني انا ما شفتهاش في المحلات اللي بره، وكنت بدور عليها. علب الايس كريم بقى بانواعهم كله برده على 5 ريال. شايفين بقى الحركات، مش بقول لكم كل حاجه هتلاقوها هنا. شايفين لكل الاستعمالات والحاجات اللي بتبقى يعني ما تخطرش على بالكم كمان هتلاقوها. عايز اقول لك الصواني دي تحفه، اخدت منها من الفرع الثاني، تحفه، اللون تحفه واللون ثابت والله العظيم. ما ف... يعني عايزه اقول لك زي اللي بره بالظبط واحسن. شايفه انا اخدت بس الصواني، اخدت صينيه من دي، جميله جميله، حاجه كده مبهجه. شايفين الموديلات، موديلات الصواني يا جماعه، والاطباق، اطباق الرز اللي هي الكبيره، والالوان كمان. جميل بقى جميل، شايفين كل حاجه موجوده، علشان وانتي بتظبطي العجينه كده بالمقاس، وهنا وانتي بتقطعي بقى البطاطس وتعمليها شكل حلو، كل حاجه هنا موجوده ما شاء الله ما شاء الله. مقصات، مقصات حلوه، حاجه كده مش اي كلام يعني. شوف المقص جميل ده. شايفين كمان العلب بتاعه المدارس، جميله مش صغيره ولا اي حاجه، حلوه. بس هفتحها لكم ومتقسمه كمان، شايفين جميله والله. اطباق حلويات، العلبه هنا، العلبه هنا فيها اتنين، فيها طبقين من ده للتقديم، لونهم ابيض، الاتنين ب5 ريال. طواجن هنا بس صغيره،
عندنا هنا كل مستلزمات الكيك، شايفين الصواني بقى والقوالب. الخامة حلوة والله، الخامة حلوة مش خفيف ولا حاجة، الخامة حلوة بخمسة ريال يعني يا بلاش. قوالب مختلفة زي ما احنا شايفين، في البيضاوي في المستطيل وفي المدور، هتلاقي كل اللي انت عايزاه. خامتهم حلوة بس حط فيهم ورقة زبدة وخلاص على كده وكله يبقى تمام. جميل ده وغويط حلو. كمان الصواني اهي بتاعة البسبوسة برضو حلوة جدا ومقاسها حلو. استلس بقى ورشاقه، هتلاقي كل حاجة هنا في الاستلس. شايفين كمية البضاعة اللي هم حاطينها، حتى شنة السفر لما حاطينها، بس اكيد بأسعار تانية. خلينا نروح كده ونشوف. ما شاء الله شايفين المفارش، شايفين المفارش عامل ازاي. الشنط ليها اسعار تانية، الشنطة على 120 وعلى 100، اسعارها مختلفة على حسب حجمها، بس هتلاقيها برضو موجودة هنا. ما شاء الله جميلة جدا، شيك قوي وحلوة. حلوة دي بقى الترمس الشاي وكل حاجة كده، وانت ايه وانت خارجة ورايحة الحديقة تاخديها معاكي. دي ب68، لكن اللي تحت دي مش محطوط عليها سعر. دي ب23 برضو للشاي، حلوة. شاي وقهوة بكام؟ ب23، حلوة حلوة. مش عارفة دي بكام. لا موجود 46 بس تحفة. شايفين بقى المعالق السيليكون والمغارف اطقم السيليكون كلها موجودة، خطيرة خطيرة والله. مجربها احسن من بره يا جماعة والله العظيم، مش كلام وخلاص. حلوة دي، هتلاقي كل الالوان والفرش كل حاجة كل حاجة. اللبنات بقى الجرانيت على 5 ريال، في اكتر من لون، وفي كمان الاستانلس. خلينا كده برضو نشوف الاستانلس، لا خفيفة يعني، ممكن اللبن نشوف هي ايه، بس دي احلى شوية. لا حلوة دي، دي حلوة. كمان هنا اللي هي ايه اللبانة الصغيرة اهي، الاستانلس بالغطا بتاعها، الاستانلس بتاعها ده برضو احلى من التانية. شايفين كمية السكاكين بانواعها، يعني اللي مش هيعجبه ده هيعجبه ده هيعجبه ده. شايفين الكمية اللي هم حاطينها. الحلة الاسماك دي في التلاجة، تحطيها بس كده لما تخلصي الاكل، بس مجرد انك تحفظيها في التلاجة حلوة وامنة ما فيهاش اي حاجة خالص، ليها اكتر من لون. شايفين بقى المعالق والشوك، دول اكتر من واحدة، دول 3 كده مع بعض ب5 ريال، وفي هنا كمان 2 مع بعض ب5 ريال. في اكتر من شكل يا جماعة، وفي دي كمان حلوة، دي للفرش، حلوة دي للفرش. جميل. معالق بقى بكل انواعها، المذهبة والفضي. كمان هناك شايفين كل ده معالق، كل اللي هناك ده كده شايفين كل دي معالق. هقرب لكم الكاميرا، كل دي معالق. جديدة دي، شايفين بقى اكياس بشكل برطمان، هاخدها طبعا عشان اجربها. اكياس بشكل برطمان، في منها كبير وفي منها صغير، خليني اخد الوسط واشوفها. بقى كل ما يخص الحمام هنا للنظافة اهو، كل حاجة موجودة. كلور يا جماعة 3 لتر هنا برضو ب5 ريال. شفتوا الجمال؟ شايفين دي للزيت، دي للزيت يا جماعة، في منها تاني، في منها واحدة كمان اهي، بس تضغطي عليها كده ونزلي الزيت. طبعا فخمة فخمة وجميلة جدا ب5 ريال. ايه يعني؟ المهم
منظفات الموبي للملابس زي ما احنا شايفين، موبي للملابس، موبي للصحون. المنظفات برضو هنا على 5 ريال. في كمان المنظف للعبايات السوداء، شايفين مطهرات، منظفات، كل حاجة موجودة، كل حاجة على 5 ريال. كمان في صابون الايدي الاثنين على 5 ريال. بتشوفي بقى ايه احسن واحد كده كريحة يعني، او بتاخدي واحد كبير صابون ايدي اهو، بتفتحي بقى الغطا كده وتشوفي الريحة الحلوة كده، وبعدين ايه خلاص يعني تعتمدي. في بالليمون، وفي بالتفاح، وفي بالورد اهو، 5 ريال يعني ايه ولا حاجة والله. في ده هنا عرض خاص الاثنين على 5 ريال، شايفين بيبقى فيه عروض خاصة على اكتر من حاجة اهي. معطرات الجو برضو على 5 ريال. البازلين بقى، الكريمات، كل حاجة، الشامبوهات اهو، الزيوت ومية الورد كمان، كل حاجة، زيت زبدة الكاكاو، وزيت اللوز الحلو، وزيت الجليسرين، شايفين كل حاجة موجودة ما شاء الله، زيت الجرجير، وزيت الخروع، وزيت التوم يا جماعة، والله شايفين زيت ارجان، بس هي مش ارجان يعني، ارجان كده وكده يعني، وزيت اللوز المر. عندهم برضو تشكيلة مجات حلوة، شايفين المج على 5 ريال، تشكيلة مختلفة، كل واحد مختلف عن التاني، جميل جميل جميل. يلا حبايبي لو ناسيني باللايك قولي لايك، واتمنى كده الجولة تكون عجبتكم. حتى العملاق يا جماعة موجود هنا ب5 ريال، شايفين، ولا مرة جربته الصراحة، هاخده برضو ان انا اجربه.